السلام عليكم اخوتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما شفتوا انا جيت هنا اليوم، كما كتشوفوا هاد الناس هادو ما مطبقينش القانون اللي عطاو ليهم، اللي عطاو ليهم انهم ما خصهمش يكونوا مجمعينهم حاليا. كيبانوا ليا كل شيء الناس مجمعين. هانتوما عباد الله، حنا راه عايشين في المغرب، واخا تكون ما عارفين عايش قانون ما عمرو ما غيطبق الا ما كانش بنادم واعي في هاد اللحظة هادي. العامل والرئيس الجماعة والمجلس البلدي والناس المسؤولين الكبار ينوضوا يديروا واحد الحملة تأسيسية ويدوروا على الناس اللي هما محتاجين ما عندهمش، يمولوهم في هذه الفترة هذه حتى ينوب اللي ينوب ويدير الله مشرع. هذا هو الكلام، هو هذا. زيد واحد اخر، ماشي غير واحد، اخلي على الناس المراد ما غيتصمتوش حتى الا ما قالوش ثلاثه ولا اربعه بحالكم كاني. هذا هو هاد المشكل اللي مجمعين عليه هاد الناس هادو، كان مشكل ديال الزيادة في المنتوجات، داكشي قاهرهم، داكشي علاش الناس مجموعين هنايا. وكينوب عنهم واحد باش يوصل هاد الكلام هادو للسلطات العليا كما شفتو. منعرفو هاد المرض هذا، ولاو الناس كيزيدوا كاع في المنتوجات رغم انها ما عندناش على شاشه التلفازه ولا الاذاعه بالزياده في المنتوجات. حنا المشكله ديال البشر انهم بغا شي ولا هذيك. انتم كما كتشوفوا هاد الناس هادو جايين يدافعوا على حقهم، ونتمنى مع هاد المسؤولين هادو يوصلوا هاد الكلام هادو. ونتمنى من عند هاد الكلام هادو اللي كيقولوا حقهم يوصلوا للمسؤولين الكبار. دابا كنتمناو من الناس المسؤولين ومن الناس اللي كنديروا كاع الطيب خاصهم يديروا حل لهاد الناس، والناس تعبنا حنا حفرنا الطاقة وكيلو العاور كلنا بلاتي. عندهم الاطباق واطباق السلام ومرجانات والطوق ومشوطية، داروا الزرع نيت داروا من العبرة وخلاو عباد الله كي تبارك الله كاين اللي عندهم تريات. السلام عليكم. Thank you.